صدارة الترتيب فيه تأتي للأهلي والهلال بالتساوي بالنقاط. المرداسي يأتي بصافرة البداية معلنا عن بداية لحظات هذا اللقاء كمان نقاط بعد 7 جولات. هنا جهاد الحسين في محاولة أولى لدى التعاون بكرة أرضية وبدت لا زالت تبدو خطيرة على مرمى دوحة ودوحة البيضاء والكرة في الشباك. بدري التعاون يأتي بأول أهداف اللقاء جاءت من عبد المجيد الصوت في الشباك. الصوت يأتي بهدف من محمد السيد ذو من افتتح أهداف أحد في الدوري، أحد في المرتبة الأخيرة وبخمس نقاط. ضربة ركنية تلعب خروجات من زيد الضحى، ضغط من جانب التعاون جاء بهدفي التعاون والشنقيطي جاء بهدف أحد. كرة تبعد جهاد حسين محاولة التعب من الطرف الأيمن يبحث عن المرور الكرة الأرضية ضايعة للتعاون وتأتي بعد فرصة ضايعة لأحد عن طريق أدريا واجه الحضري وضع كرة بتيني مرة الكرة لدى إدواردو في الطرف الأيسر. إدواردو محاول المرور مرر لدى أدريا القادم من هناك بتسديدة مرت بعيدة أدريا نقلة أمامية أدريا يبحث يتردد يمرر الآن لكنها تقرأ من جانب سبيتي. سبيتي قرأ تبريرة أدريا بعد الكرة الماضية خطأ لمحمد السيد الضو. تدخل كان برازيلي مباشرة يرسل كرة قوية لكنها تعادت. عبد المجيد الصوت على تنفيذ الكرة الثابتة صافرة تأتي كرة عالية مرت وجهها زيدي دوحة تنفيذ يرسل كرة عالية بحثا عن الرأسية للتعاون. الكرة مرت وبدت انسحاب فرصة للأربعين الماضية. إدواردو يلعب كرة عالية ارتقاء من هوساوي المحاولة واصلة لدى سيد الضوء إلى إدواردو بالطرف الأيسر يلعب كرة بالقدم اليمنى عالية عمر هوساوي أخذ كرة وبعد الجانب الهجومي تكلم عن نايف هزاز ومصطفى فتحي صفرت نهاية تفاصيل شوط اللقاء الأول. التعاون بهدف مبكر يتقدم على أحد من خلال هذا اللقاء قابل لا شيء. شوط لقاء ثاني ننتظر صافرة من الدولي فهد المرداسي. شوط يبدو أن هنالك تغييرين من جانب الفريق يقربهم أكثر وأكثر من النقاط الثلاث. عرضية من زبيدي واتلا وبعد ذلك يمسد الصوت نقلة على الطرف الأيمن عليان عرضية الرأسية أدمين استلام تسديد وعلى مرتين عز الدين دوحة كرة لدى الصوت انطلاقة رقابة من عسيري ضغط حاضر من بدر بادي يا لعيب استلام لدى العليان في محاولة استلام التعاون يقترب الصوت بمهارة مر يا هدف ثاني يأتي للسكر
لك ورقه سامس غرافي هذه الكره من اولها مر توغل وقع وبعين المرداسي لا يوجد لركله جزاء هكذا تلعب عاليه محاوله للارتقاء مره اخرى شوف الكرة الماضية الرأسية من جفير في المرة الأولى شوف جفير البيشي بعد الكرة آخر من لمسها من جانب أحد هو عمر هوساوي شوفها وصلت إلى الشباك هدف تقليص الفارق بعد سوء تفاهم جهاد مر جهاد تغل حط في المرتبة الأخيرة إذا ما تأتي الأمور بهذه الصورة سيدريك أميسي على الطرف الأيسر أميسي التقدم وهي ترى فريقها يذهب إلى النقطة 11 كرة لأحد عرضية مرت من الكل ومن أمام مرمى الحضري تصل يبحث الكرة عرضية عبد الحليم يا الكرة وصل خروج خاطئ من الحضري واسمي خان لدى التعاون هل نرى فيها هدف رابع صوت مر وحده اثنين والصوت يستمر داخل منطقه الجزاء المحاوله التعاونيه فيها هدف رابع شكلها وكره ضعيفه بهذه الحاد كمارا بعد ذلك مر الكره لدى البيشي خروج ياتي في توقيت مناسب شوف الاستحواذ 51 مقابل 49 في الخمس دقائق وهنا كرة لدى ميسي أو لدى كمارا لكن فرصة يبعد الكرة من يلعب الكرة عالية في بقبضة اليد عز الدين دوخة مغربي عليان فكر بالتسديد سدد وكرة تمرت إلى خارج أرضية الملعب بالشكل المطلوب هنا محاولة وكرة تمر الرياضية في لقاء التعاون سالي أحد وبذلك يكون الفريق الأحدي أكثر الفرق تعرض للخسارة بعد ثمان جولات لدى الحاج كمارا مررها لدى مغربي إسماعيل عائد كمارا من التسلل وبعدها سوف نستمع إلى الصافرة بعد ضربة حرة غير مباشرة نعم سيداتي أنساتي سادتي أحبتنا في كل مكان صافرة النهاية للقاء التعاون أحد فوز حاضر اسم كريم